فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضم لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا المنظم ده، وهو بيكون خاص بالمناديل، تقدري ان انت تثبتيه عندك على الترابيزة في الصالة او في المكتب وتنظمي عليه ريموت التلفزيون او ريموت التكييف. وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للهدوم، وهو بيبقى مصنوع من القماش، وطبعا تقدري تنظمي بيه القمصان او البناطيل او التيشيرتات، وطبعا بيساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتثبتي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري ان انت تثبتيها على بيبان الاوض او الحمام. وبعد كده معانا ازازة المية دي، وهي بيكون فيها درج متقسم كده تقدري تنظمي فيه الادوية بتاعتك، وطبعا تقدري تخرجي بيها في اي مكان. وبعد كده تعالي شوفي معايا القاعدة دي اللي تقدري تستخدميها تحت الحلل او الاطباق السخنة او الكاتل او ابريق الشاي. وهنا عندنا القطاعة دي اللي تقدري تقطعي بيها اللانشون او البيض او اي خضروات عندك. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن او كهرباء، تقدري ان انت تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المصفى الكبيرة دي، واللي طبعا تقدري تصفي بيها المكرونة والخضار المسلوق. بعد كده معانا القطعة دي، والقطعة دي بتساعدك على تقطيع مختلف انواع الخضار زي ما ظاهر كده من خلال الفيديو. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس البطاطين واللحفة، واللي بيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه الدولاب. بعد كده معانا الأداة اللي بتساعدك على تقشير اللب بكل سهولة. وهنا بقى عندنا مجموعة من القطع اللي تقدري تستخدميها لقفل الأكياس المفتوحة عندك زي التوابل والصوصات والخميرة. بعد كده عندنا الغسالة الحديثة، وهي بيبقى حجمها متوسط، تقدري تسميها غسالة ميني، وتقدري طبعا تغسلي فيها مختلف الهدوم، وكمان ميزتها انها مش بتاخد مكان عندك، يعني تقدري تطبقيها وتفرديها لما تحبي. بعد كده معانا الجهاز او الاداة اللي بتساعدك على حشو الزلابية او القطايف بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده عندنا المكوى اللي بيكون فيها جزء مخصص تقدري تضيفي فيه المية، وهي بيكون وزنها خفيف وعملية جدا، وطبعا تقدري تكوي بيها اي حاجة انت عاوزاها، وبتساعدك تحصلي على افضل النتائج اللي انت محتاجاها. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده.
بعد كده عندنا الشماعة اللي تقدري تثبتيها عندك في اي مكان، وتقدري تثبتي عليها الشماعات والغسيل المغسول اللي عندك. بعد كده معانا الأداة اللي بتساعدك على تكسير المكسرات بكل سهولة، وكمان بتساعدك على تقشير اللب. بعد كده تعالي نشوف مع بعض كفرات لإكباس الكهرباء، وهي بيكون متوفر منها أشكال كتير وجميلة جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي تقدري تقطعي بيها البطيخ مكعبات كده بكل سهولة. وبعد كده هنشوف مع بعض الكبة دي اللي تقدري تستخدميها في مختلف الطرق، ممكن تفرمي بيها الخضار او اللحوم، وممكن كمان تستخدميها في مختلف الاكلات، يعني تقدري تسميها محضر الطعام. بعد كده عندنا الاداة اللي تقدري تثبتيها عندك في دولاب المطبخ، وتقدري ان انتي تحطي عليها شنطة وترمي فيها بواقي الاكلات اللي بتبقى عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض قطعة الخضار الأربعة في واحد الكهربائية، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي مختلف الخضار واللحمة والفراخ. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تشكلي بيها عجينة المكرونة، وبيجي معاها كذا شكل تقدري ان انتي تبدلي فيه على حسب الشكل اللي انتي عاوزة تعمليه. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري تثبتيها عندك على قاعدة كرسي الحمام، وتقدري ان انتي تتحكمي في قاعدة كرسي الحمام زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. وبعد كده معانا الطبق المقسم على 6 أطباق بمصفى، تقدري ان انتي تستخدميه مثلا في الوقت اللي بتعملي فيه الأكل وتجهزي فيه كل الخضار اللي هتحتاجيه وانتي بتعملي أكلك، أو ممكن تستخدميه كطبق تقديم للفاكهة أو الخضار زي الجرجير والخس والبصل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي تقدري تنظمي فيه الشرابات أو البندانات والطرح، وتقدري تثبتيه عندك في الدرج بكل سهولة، وبيبقى شكله جميل ومرتب في الإدراج جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الممسحة المرنة جدا اللي تقدري تعصريها من كل المية ومواد التنظيف اللي بتكون عليها، وهي بتكون طرق استخدامها متعددة، تقدري تستخدميها في تنظيف الحيطان او المرايات او الارضيات. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدري من خلالها تقطعي جميع انواع الخضار اللي بتبقى عندك بالشكل الزجزاج ده. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التثبيت اللي تقدري تثبتيها عندك في الحمام، وتقدري تنظمي عليها الشباشب او تقدري تستخدميها في تنظيم الفوط اللي عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي بيجي عبارة عن 3 أرفف، تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ وتنظمي عليه مختلف ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل والزيوت، وكمان تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه لوازم وادوات الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي اللي تقدري تثبتي عليها قارورة المية، وبتساعدك ان انتي تستخدمي المية من القارورة بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الأحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. وبعد كده هنا عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها الخضار زي الفاصوليا او الفول الاخضر او الفلفل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، والقطعة دي تقدري ان انتي تستخدميها في تنظيف الفواكه اللي بتبقى موجودة عندك، وكمان تقدري ان انتي تستخدميها في تقشير الثوم وتنظيف الخضار، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده معانا كفرات لقاعدة كرسي الحمام، وهي بتكون متوفرة بكذا لون. بعد كده عندنا الأداة اللي من خلالها تقدري ان انتي تعملي كرات اللحمة والرز والخضار. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة.
بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انتي تقدري تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. طبعا انتي اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده، اول طريقة لو انتي عاوزة طريقة معتمدة، فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية، فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية، وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة، فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.